تمشي كرة عن طريق الهجوم يلعب الكرة رافينيا جول 1-0 في 8 دقائق البونت الأول 1-0 لمنتخب السامبا تياغو نيمار ريتشارليسون غولاسو دي ريتشا 2-0 في أقل من نصف ساعة 2-0 في أقل من نصف ساعة 10 2-0 في أقل من نصف ساعة والثالث ممكن في نهاية الشوط الأول يمشي نيمار والثالث والهدف الثالث بالفعل على القائم الأول تياغو